يستعد فريق النسور السوداء الكوري الجنوبي وفريق النجوم الفضية وطائرات الهيلجازيل المصرية لتنفيذ العرض الجوي بيراميدز إيرشو 2022 فوق سفح الأهرامات غدا. العرض الجوي بيراميدز إيرشو 2022 عرض جوي فوق سفح الأهرامات بمشاركة فريق النسور السوداء الكوري الجنوبي مع فريق النجوم الفضية المصري وفريق طائرات الهيلجازيل المصري. ينفذ في 3 أغسطس 2022. العرض الجوي بيراميدز إيرشو 2022 علاقات وطيدة بين مصر وكوريا الجنوبية.